تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن انجيل النهارده من لوقا معلمنا القديس لوقا اصحاح اخر اصحاح 11 وبدايه 12 وفي حبه مواضيع ورا بعض ربنا حاططهم. اول موضوع اتكلم فيه موضوع الخميره لما قال لتلاميذه تحرزوا من خمير الفريسيين. في انجيل معلمنا متى ومرقس التلاميذ افتكروا ان هو بيكلمهم عن العيش، لكن حقيقة ده كان موضوع من مواضيع اللي بيعلم بيها المعلمين اليهود، يعلموا بالامثله بتاعه البيت. خميره واحده منهم هقول لكم معناها ايه من الكتاب المقدس من العهد القديم والعهد الجديد. الموضوع التاني يتكلم عليه مخافه ربنا، والموضوع الأخير هي مخافة الناس. لما بدأ بالخميرة، خميرة قصتها ترجع لسفر الخروج لما ربنا قال لموسى قل لبني إسرائيل ما ياخدوش معاهم خبز مختمر. في حاجتين، حاجة الأولانية ان هم كانوا طالعين بسرعة وطالعين بالليل، طلعوا من مصر بالليل، فبيقول الكتاب المقدس انه ما لحقوش يسيبوا الخميرة العجين يختمر. اللي بيعرف فينا الخبيز ودوف العجين امهاتنا واخواتنا اللي بيطبخوا وبيخبزوا عارفين خميرة تبقى حاجة صغيرة قوي، بتجيبها من عند البقال النهاردة تحطها في العجينة وتقلبها كويس وتسيبها، لازم تسيبها عشان العيش يخمر. لما تسيبتش وتحط العيش في الفرن بسرعة اللي يحصل بيطلع ناشف ومش ما بيعلاش. فربنا وصى موسى قال لهم ما ياخدوش خميرة، شيلوا الخميرة خالص. وفي العيد بتاعهم بتاع عيد الفصح اللي هو بيحتفلوا بيه خروجهم من أرض مصر، ده اليوم بتاعهم اللي بيعدوا منه، لغاية هذا اليوم في الطقس بتاعه في الترتيب ما يستعملوش خميرة لمدة 7 أيام، وكأنهم بينظفوا من البيت الخميرة بتاعت السنة اللي فاتت. ده الوقت اللي يشيل الخميرة خالص من البيت، والترتيب بتاعهم ان الشهر ده اللي بتعمل في الفصح ده الشهر الاولاني، ده اول شهر في السنة. كأن السنة اللي فاتت بكل مشاكلها وكل خطاياها وكل الإساءات اللي الانسان بيعملها ناحية ربنا وناحية الاخر هيعمل لها وقفة ويحدها ويبدأ من جديد كل سنة في عيد الفصح. وأول ما يتذبح الخروف لابد أن البيوت تبقى نظيفة من الخميرة، لازم. حتى أن القديس بولس هيستعمل الكلام ده برضو في سفر في رسالته لكورنثوس الأولى صح الخامس عدد 8 يقول إيه، فلنعيد بفطير جديد أو بفطير الإخلاص لأن المسيح فصحنا قد ذبح. فطير يعني إيه؟ ما فيهوش خميرة، كان عيد 7 أيام. فبيقول لهم العيد بتاعنا كان عيد القيامة، يعني نبدأ نفكر إزاي نشيل الخميرة من البيت، وكأن في أسبوع الألام الناس كلها المفروض تعترف وتتوب وترجع لربنا ويقرروا إن هم يبدأوا سنة جديدة، يبدأوا عهد جديد مع ربنا، ما يبقاش فيه الخطية اللي كانت موجودة في وسطنا في السنة اللي قبلها. فده المثل بتاع سفر الخروج، وبيتكلم عليه قديس بولس في العهد الجديد، ويكلم عن ربنا يسوع المسيح يسميها الخمير. لما التلاميذ قالوا له احنا ما جبناش عيش قال لهم انتوا مش فاهمين، اللي انا اقصده هو الرياء المرأة ان الواحد يبقى بوشين. ليه؟ كان الفريسيين في ايامهم معلمين للناموس والناموسيين ويعلموا الناس ويقولوا كلام صعب قوي، كلام شديد ويوبخوا جامد، لكن في نفس الوقت هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا نفس الحاجات اللي بيقولوا ما تتعملش. كان بعيد عنكو فظاع، وكان الواحد يبص للفريسي كده يلاقيه كده راجل محترم، يحب لبس غالي، كان الفريسيين يحبوا يبقوا اغنياء،
ومنظره كبير وناس تحترمه وعايز احترامات من الناس، فيبقى يقول لك انا عايز ده، عايز العيشه دي، عايز المنظر ده. طب ما المنظر ده جوه فيه ايه؟ في رياء بايظ من جوه، فقال لك مش مهم. فيتعلموا من بعض ويسلموا بعض القصه دي، طالما بتتكلم كويس مش مهم، طالما في الوش كده انت راجل كويس اللي جوه مش مهم. كان ده ربنا زعل منه جدا. حاجتين ربنا يتعصب عليهم، ربنا يسوع المسيح في العهد الجديد، حاجتين دايما يضايقوه جدا ويتعصب جامد عليهم، حاجتين الوحيدين اللي طلعوه من نفسه، الرياء وعدم الايمان. الرياء وعدم الايمان. الخطيه ما زعلتوش على فكره، الخطيه ما زعلتوش، دي حاجه عجيبه جدا. لما كان بيبقى في خطاه كان يروح ياكل معاهم ويقعد معاهم وما يوبخهمش وما يأنبهمش، انما يأنب مين؟ المرائي واللي ما عندوش ايمان. فجه ربنا بيتكلم على الرياء على اساس انه الخميره، والخميره دي لها مثل، هي مثل غويط شويه، عايز ننزل شويه معاه. زمان قبل ما يخترعوا البقالين وقبل ما يبقى في مكان يتباع فيه الخضار واللحمه والدقيق والخميره، كانت الحاجات دي بتتجاب منين؟ الواحد يروح لواحد فلاح يجيب منه حاجته. طب ولو الست ما عندهاش خميره، افرض ان واحده اتجوزت جديد وما عندهاش خميره في البيت، ده اول خلاص هي متجوزه من الاسبوع اللي فات، دلوقتي جوزها منتظر انها تخبز له عيش، مفيش حد بيشتري عيش من السوق، زمان العيش بيتعمل في البيت. تروح تجيب منين الخميره؟ من امها او من جارتها، تقول لها اديني ايه؟ يبقى كأن الخميرة المستخبية جوه العيش دي يشترك فيها ايه؟ المجتمع كله، لان الجارة جابتها منين؟ من امها ومن جارتها وهكذا. فكل المجتمع نفسه بيشترك في الحاجة المستخبية جوه العيش اللي الكل بياكلها، اللي هي الخميرة. كأنها تمثل ايه؟ لو احنا نفكر بطريقة رمزية، تمثل ايه؟ الافكار بتاعت ايه؟ بتاعت القلب جوه اللي الناس كلها بتفكرها، الطبيعة اللي جوانا اللي مش كويسة، اللي بتفكر زي كل الناس. لك ابونا ما تضايقهاش عليا، انا بعمل زي كل الناس، انا بفكر زي كل الناس. اقول له ده اللي جه ربنا بالذات يعمل ايه؟ عشان كده القديس بولس يقول لك اخلعوا الخميرة دي، طلعوها، جه ربنا يطلع منا الخميرة القديمة. عشان كده وبعدين في الاخر لما تيجي تبص على الخميرة انت مش شايف، احنا بنشترك كلنا في خميرة واحدة، في عيلة واحدة من الخميرة، وبعدين بندخلها النار، بعد ما بتعلى الرغيف يعلى بتبان، لانه بيتنفخ، بيبان ان في خميره في العيش ده. لو ما كانش في خميره ما كانش اتنفخ. فربنا بيقول ايه؟ ليس خفي الا ويستعلن. الحاجه اللي بنخبيها في القلب مش هتستخبى، مش هتستخبى ابدا، ان التصرفات بتاعت الانسان في يوم من الايام هتعمل ايه؟ هتكشف اللي جوه قلبه. يا قد يكون ليك صاحب او صديق او اسره او حاجه زي كده ويوريك ان هو بيحبك، او انت توريه ان انت بتحبه، وبعدين تيجي وقت الزنقه يحصل ايه؟ اللي في القلب يكشف. في ناس يقول لك يا ابونا اللي في القلب في القلب، اللي في القلب في القلب، خليه يحب ويبوس ويعمل زي ما هو عايز، لكن احنا عارفين اللي جوه ايه؟ مش كويس، مش كويس. ودي حاجه ربنا بيقول لنا عليها النهارده، بيقول احترز ان جواك وانت فاكر ان هو مستخبي انه ما ينضفش، لان لو ما نضفش دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هيجي يوم هيظهر، لازم هيكشف. وقال كده اللي بتقولوه في الظلمه سيعلن في النور، واللي بتقولوه في المخادع هينادى به من على السطوح. معنى هتبقى فضيحه، ان ما كانش النهارده هيبقى بكره، ما كانش بكره هيبقى في الاخر خالص. عشان كده في ناس كتير جدا لما كبروا كان ليهم خطايا مستخبيه، لما ابتدى بقى يعجز واموره بقت صعبه وبيحتاج الناس تخدمه، كل الحاجات اللي كانت في الخفة بقت دلوقتي ايه؟ مكشوفه، كل الناس شافتها. وغير كده وكده، حتى لو ما اتكشفتش في العالم ده ايه اللي هيحصل؟ لابد انها تتكشف في الاخر لما ربنا يجي يحاسب الكل. فاول حاجه الخميره، وبعدين قال ان في خميره جديده، خميره جديده هي خميره الروح القدس، هيتكلم عليها في الاخر. خميرة الروح القدس ده اللي احنا محتاجين نشبع منها، لازم نغرق نفسينا في خميرة الروح القدس. الروح القدس اللي الكنيسة بتديه، تدينا كل واحد في المعمودية حتة صغيرة جواه كده، الروح القدس بناخده زي شعلة صغيرة، زي خميرة صغيرة، المفروض نديها فرصة انها
تخمر العجين بتاعنا. لما جه يتكلم عليه ربنا يسوع المسيح برضو قال كده، يشبه ملكوت السماوات ايه؟ خميرة اخذتها امرأة وخبأتها في ثلاثة اكيال دقيق. ايه الثلاث اكيال؟ اباء الكنيسة يقول لك ده الروح والنفس والايه والجسد، ثلاث حاجات. فلما الروح القدس يستخبى في النفس والجسد والروح يدينا فضيلة، يدينا ثمار الروح القدس، يدينا سلام، يدينا فرح، يدينا خدمة، يدينا بذل ذات. عكس التاني بقى اللي فيه حسد وكره وبغض وخصام وخناق وإدانة وشر، فدي خميرة جديدة. عشان كده ربنا يسوع المسيح الدبح. ليه ربنا يسوع المسيح الدبح زي حمل الفصح؟ عشان نستلم الايه؟ الخميرة الجديدة. يبقى خميرة قديمة لازم تنضف. وقديس بولس النهاردة بيعلمنا في البولس يقول ايه؟ يقول بلاش تقيسوا نفسكم على نفسكم. كلمة غريبة شوية، ما تقيسش نفسك على نفسك. يعني ايه؟ انا كويس، انا كويس. ليه انت كويس؟ انا مش بعمل حاجات وحشة. يعني المقياس بتاعي اللي انا حاطط نفسي قدامه، المراية بتاعتي بتقول ان انا كويس. طب ما تشوف ليكون المراية اللي انت بصص لها مراية ايه؟ مش نظيفة. انت مش بصص على مراية مظبوطة. لكن بنقيس نفسنا على مين؟ على ربنا. هو ده المقياس بتاعنا. لا، الانسان يخدع نفسه ويقول انا ما عنديش خميره وحشه. طب احنا نعرف منين بنقيس نفسنا؟ قالك احنا بنخدع نفسينا لما بنقيس نفسينا على نفسينا. عشان كده اقول لكم لما الواحد يجي يروح يعترف ويتكلم مع ابونا على الخطايا بتاعته، ما يفحصش نفسه لوحده. دي غلطه كبيره جدا. عايز تفحص نفسك، بص على الوصيه، بص على ربنا يسوع المسيح والوصيه. قول يا ترى انا عملت ايه في الوصايا دي؟ طب الوصايا بتقول وتحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم. طب ايه المحبه دي؟ بولس يقول لك ايه؟ تتأنى وترفق، لا تحسد، لا تطلب مال لنفسها. الكلام اللي اتكلمنا عليه الاسبوع اللي فات. النقطه الثانيه لما ربنا اتكلم على مخافه الله، كلام مش عايز اقول اهبل، كلام عبيط. لكن مخافة ربنا هي احترامه. لا لا لا، انتبهوا للقصة دي. مخافة ربنا هي مخافة ربنا، كلمة مش هتتغير. حصل ايه لما بني اسرائيل طلعوا من مصر؟ ربنا وداهم ودخلهم في البحر الاحمر وطلعهم من هناك واعدم الجيش المصري، اعدمه، قضى عليه. بس طبعا اليهود قال لك ده ربنا صاحبنا، هو صحيح راجل جبار وقوي وحاجة جامدة جدا، لكن ده معانا. يعني ايه؟ احنا صنف صون، مش هيعمل لنا حاجة. يعني مفيش حاجة هتحصل، هيحصل ايه؟ فجي موسى قال لهم حضروا نفسيكم، ربنا عايز يقابلكم، في مقابلة هتحصل، انتوا هتقابلوه بعد كل اللي حصل في مصر وكل القصة دي، لازم هتقابلوه. فجي في اصحاح 19 بالذات في سفر الخروج وقال لهم كده، قال لهم جهزوا نفسيكم، بعد 3 ايام الله هينزل على الجبل وهيتكلم معاكم. طب نعمل ايه؟ قال لهم اعملوا حاجتين، قدسوا انفسكم واغسلوا هدومكم. يعني قدسوا انفسكم؟ ما فهموش، او فهموا، لا هم فهموا، لان موسى شرح، ربنا قال له كده، قال له روح قول للشعب يقدس نفسه ويغسل هدومه. فقال موسى للشعب، ترجمها لهم يعني، ما حدش يجي جنب مراته، واغسلوا هدومكم. فقاموا تاني يوم او بعد 3 ايام، يقول لك صحي الصبح الساعه 4 يمكن 3:30 4 الصبح على صوت بوق جامد جدا في الحته كلها، في الصحراء كلها، بيهز الرمله وزلزله، الارض بتتهز. وبعدين طلعوا بره، الدنيا منوره الساعه 3 الصبح، الجبل مولع بالنار، منظر كان مرعب. لغايه لما موسى نفسه قال انا ايه؟ مرتعب ومرتعد، بيرجف. هم عملوا جدعان ووقفوا. بعد شويه، مفيش دقيقتين ثلاثه، ابتدوا يقولوا لموسى لا لا مش هنقدر، احنا هنرجع تاني، هنبعد عن الحته دي خالص، وانت اتكلم معاه وخلينا بيننا وبينه. فانا قلت في بالي لما قريتها اول مره، قلت ربنا هيزعل. يعني ايه؟ يعني هو جاي يتكلم معانا نجري ونسيبه؟ لما موسى راح يكلم ربنا في رعب، ربنا قال له ايه؟ قال له كويس، يا ريت قلبهم يبقى دايما ايه؟ كده. فرجع موسى قال لهم ايه؟ شوف كلام شويه غريب، بس يعني لما الواحد يقرا كويس يستغرب. يقول له ايه؟ يقول لهم، قال لهم ما تخافوش،
ما تخافوش، إنما الله أراد أن يجعل خوفه في قلوبكم. يعني مش جاي يهلككم، ده جاي يعمل إيه؟ يصحيكم، لأن في مخافة لله. ربنا بيكلم بيكملها النهاردة، بيقول إيه؟ بيقول لا تخافوا ممن يقتلون الجسد. برضو فكر فيها، فكروا فيها لما أقول لك ما تخافش ده هيقتلك، بس لما أنا أقول لك واحد جاي لك ما تخافش منه هيقتلك بس، طب ما فاضل إيه يا أبونا؟ بعد كده في إيه تاني؟ قال لك ولكن ليس له ممن يقتلون الجسد، لكن ليس له ما يفعل أكثر، لكن أريكم ممن تخافوا إيه؟ من الذي له السلطان بعدما يقتل أن يلقي فين؟ ده مين ده؟ الله. مش ممكن ربنا هيدي الشيطان السلطان ده علينا. أخاف مش هيقول لي خاف من الشيطان؟ تفتكر ربنا هيقول خاف من الشيطان؟ لا مش هيقول كده، ده هو جاي عشان يدافع عنا ضد الشيطان. فمين القوة دي اللي عندها قدرة إنها بعد ما تموت ترمي البني آدم في جهنم؟ وبعدين يروح وزنها على طول يقول إيه؟ أليست 5 عصافير تباع بفلسين وواحد منها ليس منسي أمام الله؟ معنى صح إيه؟ بيوزن هنا المخافة بالإيه؟ بالعناية والحب. وهكذا شعور رؤوسكم جميعها إيه؟ محصى. عايز يقول ما تنساش، رغم إن ربنا إله قوي جدا وعادل ما فيش حاجة بتضيع منه أبدا، إلا في نفس الوقت هو إيه؟ محب ومعتني ويهمه أمرنا جدا، فالاتنين مع بعض. يعني موسى قال لهم ما تخافوش، ده جاي ربنا يحط المخافة. طب يخاف ولا ما نخافش؟ قال لك الاتنين، خافوا واعرفوا ان هو ايه؟ بيحبكم. خافوا واعرفوا ان هو تثق فيه، هو مرعب لكن في نفس الوقت هو ايه؟ طيب. تيجي الاتنين مع بعض؟ تيجي طبعا. وده المثل اللي احنا مفروض نحتاج بيه احنا في حياتنا، مش بس اتعلم مخافة ربنا، لانه ربنا في نفس المكان اللي قال فيه أن له سلطان يلقي في جهنم، نعم أقول لكم من هذا خافوا، أليست 5 عصافير تباع بفلسين؟ على طول وراها عشان ما يديش فرصة نقول إيه؟ نخاف طب نهرب زي ما اليهود عملوا، طب نجري. قال لا ما تجريش، أنت في إيدين إله محب، صحيح هو قوي وعادل لكن في نفس الوقت محب. الـ الـ الحتة دي معناها إن إحنا الإنسان ما يقولش بس احترام، لا في مخافة، في مخافة. حاجة من الحاجات اللي ما نعرفهاش يمكن في العهد القديم، ودي نقطة مهمة جدا، لو انتوا سألتوا اليهود عارفين القصة دي، الولد ابن ابوه رغم انه هيورث كل حاجة لكن بيعامل ابوه كسيد والاب يعامله كخادم بس بحنية، ما يعملوش ما يدلحوش اللي احنا بنعمله النهاردة، عمرها ما بتحصل في ايام ربنا، ما بيحصلش. كان العيل خادم زي الخدام في البيت، مفيش حاجة اسمها يتني كلام أبوه، مفيش حاجة اسمها يقول له إيه، مفيش حاجة اسمها كده خالص، كأنه خادم لغاية لما يكبر ويورث والأب يديله كل الحاجة اللي عنده ويحترمه، الأب هو نفسه يحترمه. شفناها في قصص كتيرة جدا، منهم أهم واحدة ربنا يسوع المسيح اتعامل مع الأب إزاي، اتعامل مع أبوه إزاي، خادم. قال له أنا لم آتي لأصنع إيه؟ مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. يعني إيه تعمل مشيئة الذي أرسلني؟ أنا خدامه، أنا عبده وابن أمته. لما قالت له العذراء قالت له إيه؟ النهاردة إحنا بنحتفل بيه، قالت له إيه؟ هوذا أنا أمة الرب، يبقى ابنها إيه؟ عبد عند أبوه، عبد عند أبوه. هي دي الطريقة اللي إحنا بنفكر فيها في عيالنا النهاردة، والطريقة اللي بنتعامل بيها مع العيال مش دي سكة ربنا خالص. بنعمل العيل إله قبل ما يبقى إيه؟ خادم، عشان ربنا يسوع المسيح ياخد كل الملك وياخد كل القدرة ويخضع تحت رجلي كل حاجة، كان لازم الأول يبقى إيه؟ خادم ويتعذب ويعمل كل مشيئة أبوه اللي كان فيها موت. طيب هكذا أيضا كل القصة دي اللي احنا بنتكلم فيها تتكلم علينا احنا، وإزاي احنا بنفكر في عيالنا ونفكر. اللي ما يتعلمش يبقى خادم ما يعرفش يبقى ملك، عشان كده في التراثات الكبيرة بتاعت الملوك بتاعت أوروبا كان يبعتوا أولادهم للجيش يتعلموا في الجيش عشان يقدر يطلع حاجة كويسة، ما يدهوش الفرصة ان هو يحس انه أمره مطاع واللي انت عايزه حبيبي. مش الكلام ده خالص، مش بنربي عيال كويسين بالطريقة دي، نطلعهم ضعفة جدا. العهد القديم كان كله كده، الناس الكويسين المزبطين بجد زي داود، وزي داود كان بيعمل ايه في مع ابوه؟
كان بيعمل له ايه؟ بيعمل له ايه؟ ابوه كان حاطه في فترينه وبيتفرج عليه، وما كانش الكلام ده ايضا مع كل الملوك الكويسين في العهد القديم. الحاجه الاخيره مخافه، احنا قلنا الخميره مخافه الله، والثالثه هي مخافه الناس. هو هنا بيتكلم على الحاله بتاعه الفريسيين بالذات اللي ضاغطين على الناس اللي بيمشوا ورا ربنا يسوع المسيح، بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه وبيخوفوهم. القصه دي تبان قوي في مثل او في قصه الرجل المولود اعمى. ايه اللي حصل للرجل المولود اعمى؟ لما جه يعترف ربنا يسوع المسيح، راحوا الفريسيين جابوا مين؟ ابوه وامه، قالوا له ده ايه ابنكم؟ قالوا لهم طب ازاي فتح؟ من الخوف قالوا ايه؟ ما عرفوش يردوا، وما عرفوش يدافعوا عن ابنهم، وما عرفوش يعملوا اي حاجه من الرعب. هنا ربنا بيقول ايه؟ ما تخافوش. احنا في العصر بتاعنا ما عندناش، ولو انه هيجي وقت، هيجي وقت اضطهاد للمسيحيين قريب جاي، المسيحيين هيضطهدوا جدا. ففي فرق بين انسان عنده استعداد انه ينكر ربنا لاي سبب، جايز يخسر شويه فلوس، مش عايز يخسر فلوس ننكر ربنا، مش عايز يخسر مكانته في المجتمع، مش عايز حد يعاديه، مش عايز حد يقول له كلمه مش كويسه او يبص له بصه مش كويسه، فتطلع منه اعمال بتبين بقى اللي جوه في القلب ان هو انسان منتمي ربنا بجد ولا لا. ففي مخافه الله، والعدو بتاعها على طول اللي قدامها واقف قدامها هي مخافه مين؟ على فكره مخافه الله عكسها مش اهمال ربنا، بالعكس. في ناس اللي بتيجي الكنيسه ولا بتصلي، لكن الحته دي بالذات ما يفرطش فيها ابدا ابدا. لكن في ناس جوه الكنيسه بس جواه من جواه ما عندوش مشاكل ابدا، في اي وقت يضغط عليه يعمل ايه؟ ينكر، حتى ولو بالإحاء من غير ما يقول كلام، يتحاشى ان حد يعرف ان هو مسيحي او انه بيروح الكنيسه. خلي بالكم من الحته دي مخافه الناس. وقال في الاخر ان ما تخافش، ومش بس ما تخافش، دي نقطه مهمه جدا، وما تقعدش تحضر نفسك هتقول ايه. ما تقعدش تحضر نفسك لو اتزنقت في موقف مع ناس مش مؤمنين، ما تقعدش تحضر وعظه او رد على اسئله اللي هي حته الدفاع عن الايمان. هندافع عن الايمان، تعالوا نقرا الناس اللي بيدافعوا عن الايمان ونشوف ازاي الناس بيرد على كتير جدا لما كنا في مصر وكنا بنتزنق في اسئله مع المسلمين، اذا كان في الجيش ولا بره الجيش، الاجابات كانت بتيجي بطريقه غريبه جدا مع ابسط الناس. مش لازم الانسان يكون دارس ولا حاجه، اجابه بتيجي وبتيجي بسرعه، ودي حاجه ممكن الانسان يختبرها لو هو عارف ان متكل ان في روح قدس جواه يعلمه ازاي يرد. ده حقيقه، دي حقيقه، واللي اختبرها عارف ان هي حقيقه، مش محتاجه تحضير، مش محتاجه الواحد يبقى دارس دفاع عن الايمان ولا اللي بيسموه ايه اللي هو الابولوجيتكس دي، مش يترجموها ازاي بالعربي. مش محتاج الانسان يبقى عنده دراسه في الابولوجيتكس عشان يرد على الغير مؤمن لما يسالوه. الردود بتاعه الناس البسطاء الشهداء في ايام الاضطهاد كانت ردود قويه جدا، ما كانش يعرفوا يردوا بيها عليهم. تذكر من الناس اللي قريت عنهم جابت اجابه جميله قوي مره من المرات، كان اسمها بيربيتوا في القصه بتاعتها، هي حبسينها وهيقدموها للوحوش بعد يومين ثلاثه، وجاء ابوها راحوا زقين ابوها عليها وقالوا له روح كلمها رجعها، وكانت يا عيني لسه متجوزه وعندها عيل، وتعمدت مفيش بقالها اسابيع، ولموهم مع بعض حطوهم في السجن وهيقدموا الوحوش، كانت في الجزائر. فجاء ابوها يستعطفها ويعيط لها ويقول لها انا راجل كبير وعجوز، ما تعمليش فيا كده، هنتبهدل، هيحصل هيسوي ايه اللي يحصل لو قلتي روحتي قدام الحاكم بس وقلتي له ايه؟ ما عرفوش، بس في قلبك اعمل اللي انت عايزاه، ايه اللي يحصل؟ قالت له اقول لك حاجه، بص. فقالت له ايه دي؟ قال لها دي قله. قالت له ممكن تسميها حاجه تانية؟ قال لها لا، يعني ممكن لو انا قلت لك ان دي اسمها كوره هينفع؟ قال لها لا مش هينفع، مش هفهمك. قالت له ولا انا اقدر اسمي نفسي حاجه تانية. That's it. فالاجابات اللي بتيجي من روح القدس اجابات قويه ومقنعه، وبتبقى في اللحظه، مش محتاج الانسان يحضر لها. ربنا يدينا ان احنا نتعلم مخافه ربنا، ونتعلم ازاي نشيل الخميره من جوانا اللي ملهاش لازمه، اللي هتتكشف في يوم من الايام، ونتعلم ما نخافش من الناس. ملوش لازمه نخاف من الناس، الناس كلها راحه، ما حدش فيهم هيعمل لنا حاجه.
لإلهنا كل المجد، الآب والابن والروح القدس، الآن وكل وقت، دائما وكل آمين.